الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في سوريا لا زال حتى اليوم ينكر وجود احتجاجات ومظاهرات مناهضة للنظام، متمسكا برواية المؤامرة والعصابات المسلحة. وعلى إثر ذلك خرج مقدم نشرات الأخبار في التلفزيون السوري هاني الملاذي من سوريا وغادر إلى تركيا ثم إلى دبي رافضا العودة، وذلك احتجاجا على طريقة عمل الإعلام الرسمي السوري والذي قام بدور إعلام النظام الأمني بدل دور إعلام الشعب السوري حسب تعبيره. الملاذي لم يكن مذيعا عاديا في التلفزيون الرسمي السوري، فقد كان كثيرا ما يرافق الرئيس السوري بشار الأسد في جولاته في العالم لتغطية تلك الزيارات إعلاميا قبل انطلاق الثورة السورية. ينضم إلينا هنا في استوديو أخبار MBC الزميل والمذيع طبعا هاني الملاذي، المذيع السابق للنشرة الرئيسية في التلفزيون السوري. مساء الخير وأهلا بك معنا هنا في أخبار MBC. مساء النور. بداية، كيف اتخذت هذا القرار؟ القرار لابد أن يتخذ يعني بعد أسابيع كثيرة من الانتظار، والانتظار أن يغير الإعلام الرسمي من طريقة عمله، من طريقة أدائه، من طريقة تغطيته للأحداث. منذ اليوم الأول لانطلاق الاحتجاجات الشعبية المناهضة لبعض أعمال وممارسات النظام، كان واضحا أن الإعلام الرسمي ومعه النظام بشكل عام لا يريد أن يعترف بمطالب الشعب، الاعتراف حتى بأن هناك فعلا شريحة واسعة من الشعب لديها مطالب نتيجة القمع والآلة القمع التي استخدمت منذ اللحظات الأولى بحق الشعب. ازدادت الأمور، تطورت الأمور نحو الأسوأ، زادت مطالبات الشعب وأصبحت تطال حتى رموز الحكم في سوريا وصولا إلى مقام رئيس الجمهورية. لعل هناك يعني سؤال يراود بعض يعني المتابعين، انه لماذا فضلت الخروج من سوريا هاني، بينما هناك يعني عدد كبير من نسميهم المشرقيين، المستقلين، المعارضين، يعني متواجدين في سوريا، لماذا خرجت؟ بالنسبة لي كان من الصعب جدا ان استمر باداء هذا الدور ضمن اعلام يتحدث بلغة كما ذكرت في مقدمة حديثك بلغة النظام الأمني وليس بلغة الشعب. كان هناك من خلال الخطاب الإعلامي الذي مورس منذ اليوم الأول الكثير من الاستفزاز لمشاعر الشعب، الكثير من أدوات التحريض وتجييش الشارع وليس العمل على تهدئة الأمور. كان هناك استفزاز لدماء الشهداء، استفزاز لضحايا وتضحيات التي قدمها الشعب السوري في سبيل مطالبته بحقوقه الأساسية والمشروعة. الغريب أيضا أن النظام السوري الذي اعترف في الأشهر الأولى بأن هناك معارضة كما سماها وطنية وهناك معارضة مأجورة وعميلة للخارج، هذا الإعلام الرسمي رفض حتى أن يستضيف هؤلاء ممن سماهم المعارضون الشرفاء. يعني حتى يومنا هذا نحو 11 شهر مر على انطلاقة الاحتجاجات في سوريا، لم نشهد على شاشة التلفزيون السوري ولا حتى على الإذاعات ولا حتى في الصحف الرسمية شخص واحد يتحدث بلغة الشعب ومطالب الشعب، الكل كان يتحدث فقط مديحا للنظام ومذمة وشتيمة. وهذا ما يراه البعض أيضا من كلامك يعني، وبعض أيضا المتابعين يعني يرون بأنه الإعلام السوري الرسمي طبعا يعني الآن هو بموقع يعني أو بمثابة النكتة الساخرة وكأنه يستخف بعقول المتابعين. أنت هل يعني من خلال تواجدك هناك هل ممكن نقول أنه كان هناك ضغط يمارس من قبل النظام؟ هل هناك تهديد ربما لبعض الإعلاميين؟ يعني هل لك أن تطلعنا على الوضع أكثر؟ بشكل عام الهامش الموجود للإعلاميين وللإعلام بشكل عام في سوريا هو هامش محدد من قبل النظام السوري، وهذا الهامش يتحدد حسب المراحل وحسب مقتضيات الحراك الذي يعني يغدو مع الأيام. لكن كما قلت لك حراك وهامش عفوا يتناسب مع هذا الحراك لكنه هامش بسيط جدا جدا جدا. لكن في هذه الأزمة ومن خلال ما شاهدناه من 11 شهر حتى الآن التغى هذا الهامش بشكل نهائي وأصبح الإعلام ناطقا رسميا مع الأسف. مع الأسف أقولها باسم النظام الأمني. انتهى الوقت، لكن هناك سؤال سريع جدا هاني، يعني في ظل هذا التعنت هناك طبعا رفض دولي لما يحدث وعربي وشعبي، لكن تعنت في المقابل من النظام السوري، كنت قد كتبت مقال عن هذا الموضوع، هل لك أن تطلعنا عليه؟ هو يعني توقع كسائر التوقعات يعني المنطقية لما يحدث في سوريا، هناك انهياران حاليا، انهيار عسكري في البنية العسكرية للجيش السوري وانهيار اقتصادي مالي بدأت منعكساته.
يعني مع بداية فصل الصيف وهي استمرت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، انهارت الليرة السورية، انهارت بورصة دمشق، القطاع السياحي يعني شبه معدوم، التحصيل الضريبي أيضا شبه معدوم، فضلا عن العقوبات التي طالت النشاط الصناعي وتضرر القطاع النفطي. لذلك الانهيار الاقتصادي منعكساته الآن موجودة على أرض الشارع، وكل إنسان يراقب ما يحدث في سوريا يلاحظ أن هذا الانهيار كفيل لوحده حتى يعني بإسقاط النظام خلال أسابيع. شكرا جزيلا لك. إذن طبعا الزميل هاني الملاذي المذيع السابق للنشرة الرئيسية في التلفزيون السوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. دعت الولايات المتحدة الليبية